اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ترندات زمان، معاكم خلود الرفاعي. النهارده معادنا مع مسلسل ام كلثوم اللي انتجه التلفزيون المصري وعرضه في رمضان سنه 1999، واخده محفوظ عبد الرحمن عن كتاب ام كلثوم وعصر من الفن للراحله نعمات احمد فؤاد، وكان اخراجه من نصيب انعام محمد علي. ضجه كبيره جدا صاحبه المسلسل ده من وقت الاعلان عنه وقبل حتى ما يتصور، من اول اختيار الممثله اللي هتجسد شخصيه ام كلثوم اللي كلنا عارفين انها ما كانتش شخصيه عاديه. في البدايه اتطرح اسم الفنانه الهام شاهين، وبعد اخذ ورد قالوا مش هتنفع. بعد كده الناس سمعت عن ترشيح نبيل عبيد لاداء الشخصيه، برضو شويه واختفت من القايمه، لحتى عبله كامل اسمها ترمى في السكه، وفضلت فيه حاله من الترقب لحد ما تم الاعلان عن اختيار الفنانه صابرين. اما عن ادوار ام كلثوم وهي طفله فكانت من نصيب سهر الصوايغ وريهام عبد الحكيم اللي غنت في المسلسل طبعا بصوتها، ولما جيت دور على صابرين في الغنى اختاروا لها صوت أمال ماهر اللي كانت صاعدة وقتها وبقوة للقمة. المسلسل حقق نجاح ساحق، أول مرة يتعرض فيه في مصر والبلاد العربية، وحاز على إعجاب كل اللي شافوه. عدد كبير منهم كان عصر أم كلثوم فعلا، وده جمهورها المعروف. لكن عدد تاني من الأجيال اللي بعد كده اللي ما كانوش يعرفوها أو ما كانوش بيحبوا أغانيها انبهروا بقصة صعودها المذهلة، واتخلقت طبقة جديدة من صغار السن بيحبوها جدا وبيحبوا أغانيها زي كده، لدرجة إن أغنية زي رق الحبيب اللي اتعرضت ضمن أحداث المسلسل حققت نجاح كبير جدا. اضطرت الشركة المنتجة إنها تطبع آلاف الشرايط عشان بس تلبي طلبات الناس اللي كانوا بيتهافتوا عليها عشان يسمعوها. ومش بس رق الحبيب، لكن نجح المسلسل إنه يعيد إحياء أم كلثوم تاني من العدم ويستحضرها وبقوة للساحة الغنائية، وينفض التراب عن أغانيها ومواقفها الوطنية الجميلة اللي وقفت فيها جنب مصر، سواء وقت العدوان الثلاثي على مصر أو نكسة يونيو اللي اتفرغت بعدها لجمع الأموال للمجهود الحربي بالحفلات اللي كانت بتعملها. أنا عايزة أعمل حفلات في كل مكان للمجهود الحربي، وأشهرها طبعا حفلة باريس اللي لسه الجرايد الفرنسية لحد النهاردة بتتكلم عنها. صابرين نفسها لف النجاح الكبير راسها وخلاها تعلن اعتزالها بعد المسلسل، لأنها كانت زي ما بتقول إنها مش هتلاقي شخصية جميلة زي أم كلثوم تجسدها مرة تانية، وفعلا فضلت سنين طويلة بعيدة عن الساحة الفنية لغاية ما بدأت من جديد تمثل مرة تانية. أم كلثوم كانت نجمة المسلسل بلا منازع، لكن كمان ظهرت شخصيات جنبها عامة سياسية وفنية وصحفية وأدبية كما يليق بعصر كان كله نجوم. وعشان كده شفنا في المسلسل الملك فاروق والملكة نازلي وأحمد حسنين باشا وطلعت حرب ومحمد عبد الوهاب وفكري أباظة وكامل الشناوي ومصطفى أمين وأحمد شوقي ومنيرة المهدية وصفية زغلول وطبعاً الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. لكن اللي كان لافت للنظر بقى إن الرئيس السادات اختفى تماماً عن المسلسل، رغم إن أم كلثوم عاشت آخر 5 سنين من عمرها في عهده، وده طبعاً فتح الباب لبعض الخبساء اللي فسروا الغياب ده للخلاف اللي شاع وقتها ما بين أم كلثوم والسيدة جيهان السادات، واللي انتهى بإبعاد أم كلثوم عن الساحة الفنية ومحاولة استبدال ياسمين الخيام بيها. تفاصيل أكتر عن حياة أم كلثوم سواء الشخصية أو الفنية عرضها المسلسل اللي لسه بيحقق نسب مشاهدة عالية لحد دلوقتي. يا ترى مين أعاد اكتشاف أم كلثوم تاني وحب أغانيها بعد ما شاف المسلسل؟ ما تنسوش تكتبولنا في التعليقات.